هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. لازم تبقى عارف ان اي خدمة او معروف هتعمله مع حد بيساوي 2. ربنا خلق الكون في توازن، في علاقاتنا الانسانية محتاجين توازن، في العلاقة ما بينك وما بين الانسان محتاجين توازن. التوازن ده هو ان حد بيعمل لك خدمة فانت لازم تعمل خدمة لنفس الشخص او لحد غيره، خدمة بخدمة. لازم نبدأ نخدم بعض ونساعد بعض. لما حد يعمل لك خدمة معينة، حاجة انت بتحلم بيها، حاجة انت نفسك انك انت توصل ليها وما انتش عارف توصل ليها، فتلاقي انسان جاي بيساعدك، تلاقي انسان جاي بيقدم لك خدمة. لما حد يعمل لك ده لازم انت من جواك عشان العلاقة تستمر لازم انت تعمل خدمة، سواء للشخص نفسه او سواء لحد تاني. وخلي بالك كمان، مش بقول ان الشخص اللي بيعمل خدمة يبقى مستني ان حد يردها له، ما هوش هي واحدة بواحدة، مش قصدي كده طبعا، لكن قصدي ان في الاخر عشان العلاقة والحياة تستمر لازم فيد واستفيد، لازم زي ما انت بتستفيد لازم تفيد غيرك، لازم تدي غيرك، لازم تساعد غيرك. خلي بالك انت ممكن بسبب انك ساعدت انسان تغير له مزاجه في اليوم كله، تبقى سبب في فرحته. عارفين ايه الحاجة اللي ما بتخلصش؟ الحاجة اللي مهما بدأت تطلع وتديها للناس عمرها ما تخلص، الفرحة. انت ممكن لما تخدم حد وتساعد حد في حاجة هو نفسه يعملها انت دخلت عليه فرحة لا تتخيلها، وما بالك بقى تبقى انت سبب فرحة انسان. انت هتبقى قريب من ربنا قوي وهتلاقي كل الناس بتحبك لانك بتخدم الناس بجد، انت شخص خدوم بجد. احيانا زمان يقولك الشخص ده خدوم قوي، الشخص ده بيساعد الناس قوي. انت من الناس دي؟ انت من الناس اللي ابدا ابدا لما تلاقي حد محتاج مساعده على طول بيروح يقدم له الخدمه وعلى طول بيروح يساعده، ولا بتبدا تفكر وبتبدا تكسل وبتبدا تقول طب وانا مالي؟ خليك خدوم، خليك خدوم. ولما حد يعمل الخير معاك وحد يقدم لك الخدمه علشان الحياه تستمر، حاول انك انت تقدم له انت كمان خدمه، او في نفس الوقت حاول تقدم لغيره الخدمه دي، او انك انت تفيد غيرك في الخير ده علشان كل واحد يبدا يعمل الخير وكل واحد يبدا يخدم التاني، تلاقي الحياه كلها خير. مهما كبرت في منصبك ما تنساش ان في حد او 2 أو 3 ساعدوك في حياتك انك توصل للمكان ده، وان عليك دين لازم توفيه وهو انك تقدم خدمه لواحد زي ما اتعامل معاك. يخدمه بمقابل لا، دي كارثه. لو حد عايز يخدم حد ومستني مقابل ده ما يطلبهاش احسن بصراحه. انا بعمل خدمه يعني بسيبها على ربنا كده، ومبقاش يعني مبقاش مستنيه من اللي قدامي انه يردها لي. انا بقدم الخدمه حتى لو ممكن ادفع من معايا، حتى لو هبذل مجهود، لو مش هيترد لي الحاجه دي في نفس الخدمه اللي انا هقدمها، بس انا بقدمها تطوع مثلا، مساعده لغيري، حاسس ان انا ان هو مثلا في يوم من الايام انا هبقى في مكانه. انا بفرح قوي لما بخدم حد، احس ان هو كده يعني مبسوط، او ان انا شلت عنه حمل، انا بفرح، دي كفايه عندي يعني. الواحد لما بيخدم حد بصراحه بيبقى ماشي مبسوط، حتى لو حصلت معاه اي مشكله اي حاجه تاني لشخصه هو ما بيفكرش فيها، لان هو عمل حاجه خير لوجه الله كده بيبقى ماشي مبسوط. قدم خدمة لغيرك علشان يوصل لغيرك والخير يستمر. يعني لما بقدم خدمة لحد ببقى مبسوطة جدا جدا، بشوف اللي قدامي اتبسط فأكيد بتبسط. ببقى نفسي إن أنا أحقق حاجة أو عايز حاجة أجيبها، فبتلاقي الناس حواليا ربنا بيبعتهم لي كسبب إن أنا عملت الحاجة دي قبل كده. سبحان الله، على قد ما الواحد بيدي على قد ما بيلاقي، وأنت طول ما أنت يعني بتدي ومش مستني مقابل ربنا سبحانه وتعالى هيعوضها لك في حاجة، لازم هيعوضها لك في حاجة. انا بحسها كتير لان انا بسافر كتير، ممكن حد يقفل عني شنطه، حد يقعدني، يعني مواقف كتيره بتحصل بتاكد الواحد ان اعمل الخير وما تدورش عليه، ربنا هيرده لك اكيد في يوم من الايام. يعني كنت متاخر كتير قوي على الشغل عن شغلي، فكان في حد، كان في واحده كانت واقفه عايزه تعدي الشارع، يعني
حاولت اساعدها فقعدت عشان اعديها الشارع واعمل الخدمه دي. يعني يعتبر اتاخرت في شغلي ويعتبر اتجازيت في شغلي، بس قعدت لغايه ما وصلتها الناحيه الثانيه وعملت الخدمه وكنت مبسوط. يعني حتى لما حصل الجائزه وبتاع ما كانش في بالي، يعني كانت حاجه بالنسبه لي عاديه خالص. الشاب بعد ما خلص صلاه الجمعه فلقى حد كبير كده بيقول له يا ابني مش محتاج حاجه، فالشاب اتكسف ووشه احمر وقال له لا شكرا. فالراجل مشي والشاب قاعد مركز معاه بيشوف هو بيعمل ايه، فراح لواحد تاني قال له مش محتاج حاجه، فلقى ان الراجل طلع فلوس من جيبه واداها للراجل. الشاب استغرب جدا جدا فراح سال الراجل قال له حضرتك مين؟ قال له انا فلان الفلاني استاذ جامعي في المكان الفلاني. فقال له هو حضرتك بتعمل كده ليه يعني؟ فقال له انا بعمل ده، اللي انا بعمله ده هو اللي خلاني ابقى استاذ جامعي. فبدا يحكي له قصه عجيبه قوي. قال له في يوم من الايام لما ابويا مات فكنت قاعد في المسجد بصلي الجمعه وحزين قوي وقاعد بعيط، وابويا هو اللي كان بيصرف علينا وعلى كل اسرته، وفي الاخر مفيش مورد رزق تاني، وانا بحب التعليم وكان نفسي اكمل تعليمي وكنت داخل على الجامعه. فبعد ما خلصت الصلاه فلقيت حد بيقول لي يا ابني مش محتاج حاجه، فعيني دمعت واستغربت كده. فقال لي قول لي لو محتاج حاجه. قال له انا والدي متوفي وكان نفسي اكمل تعليمي. فقال له اديني اسمك بالكامل، قول لي بياناتك، اسم الكليه بتاعتك، مصاريف جامعتك عندي لحد ما تكبر. في يوم من الايام الشاب راح قال للراجل انا عايز ارد لك الجميل، انا عايز اعمل معاك زي ما انت بتعمل معايا. قال له بجد بجد انت صادق في الكلام ده؟ قال له اه. قال له خلاص عايز تعمل ده؟ قال له اه. قال له كل يوم جمعه تيجي في اي مسجد بعد ما تخلص الصلاه تروح تقول مش محتاج حاجه للشخص اللي جنبك، لو عملت ده يبقى انت رديت الجميل، لان اللي خلاني استاذ جامعي النهارده ان انا عملت ده لحد النهارده. انت ممكن تعمل كده؟ يعني ممكن انك انت واخد بالك ان هو خدم انسان وقدم معروف لانسان اترد له ان هو ربنا فتح عليه بقى استاذ جامعي وما سكتش؟ لا لا لا، ده بدا يرد الجميل للشخص ده وبدا يقدم خدمات وبدا ان هو فعلا كل يوم جمعه يروح يسال الشخص اللي جنبه مش محتاج حاجه. هتعمل كده؟ هتعمل الخير؟ هتقدم خدمه للناس؟ مش هتبخل على حد بخدمه لو بايديك انك انت تعملها عن طريق صح؟ هتعمل كده؟ هتقدم خدمات للناس كتير عشان لما تقدم خدمة وتفيد غيرك وغيرك يستفيد فيبدأ يقدم لغيره وتبدأ الخدمات تنتشر بيننا وبين بعض ويبدأ الخير ينتشر بيننا وبين بعض، هينتشر تاني الحب بيننا وبين بعض وهيرجع تاني الأمان ما بيننا وبين بعض، وهنبقى مرتاحين لأن عارفين إن الخير أبدا عمره ما هيروح.